ما بيهمني صحتي للمرأة، فهموني هلا، جابت بنت ولا صبي؟ قلتلك ما بيهمني، بنت ولا صبي؟ بنت، اوكي. هلا بس قامت من الغيبوبة قولا ما عاد بده اياكي، انت طالب وانت البنت كبية، ما عاد بده اياكي لا انت ولا للبنت، اوكي؟ لعم الضربة، ناقصني انا مرة بس تجيب لي بنات؟ يلا سلام. بدي اكبكن، بدي اخلص منكن، بدي ارتاح من همكن. بابا فهمني ايش عملنا لك؟ عملنا لك جينا عنين، ما عملنا لك. انتو ما عملتوا لي شيء، بس امكن ما عم تعرف تجيب لي غير بنات، بس بنات بس بنات. عمى اروح اكبكن واخلص منكن، انتو امكن اروح اخذ لي وحده تجيب لي بس صبيين، مو مثل امك بس عم تجيب لي بنات. امشوا. بلكي اخلص منكن ومن امكن. عمى لسه بتجيب لي بنات. عشان الله يا بابا. خلي عني انت كمان. هون ابرو خليكن هون. لا تعبنا. اسكن لانه لا تعبنا معنا يا بابا. لا تعبنا يا بابا. خلو هون. عمى. مرحبا اخي. كيف شو دخلني؟ شفتك بالبلكون عم بهدر وقلعون، انا جارك هون بالحاره. وإذا جاري شو عامل لك يعني؟ أنا بناتي هدول بدي أكبهم، ما عاد لازميني. يا عمى شو هتدخل بحياتي كمان؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لك ابن الحلال ولك أنت رب العالمين، ضيع معك ثلاث أولاد، العالم محرومة من ولد. شو عم تحكي أنت؟ شو عم تخبص؟ لك في حدا بكب أولاده؟ لك هدول طناك هدول، كيف بتكبهم؟ لا تقول لي ضنا ولا تقول لي بطيخ. البقرة مرتي بس عم تجيب لي بنات، قلت لها تجيبي لي صبي بس عم تجيب لي بنات، عم تلحق لي تجيب لي بنات. حل عني ها، بروح بتجوز 10 انا وبجيب منهم 10 صبيين. مو لسه هي بس عم تجيب لي 10 15 بنت ورا بعض؟ شو؟ لأنه بنات؟ لك أنت بتعرف الله ما عم يطعمك صبيين لأنه هيك نيتك وسخة؟ يا ابن الناس خليني أحكي معك بتفاهم. هالبنات صدقني نعمة من الله. لا تنسى اللي ولدتك هي بنت اللي بتكون امك، لا تنسى تحت اقدام الامهات الجنه، يعني الجنه تحت جرين امك مو ابوك. صدقني على كبرك ما حد راح يوقف معك غير هالبنات. ايه واحد بجيب بنت وحده، بنت وحده بتكفي، مو جايبت لي ثلاثه ولسه جايبت لي الرابعه على الطريق، لسه هلا حامل بالرابعه. شو ناقصني انا بنات؟ كله بنات يا رجل. طول ولا صبي ما جابت لي لهلا. عيفنا يا زلمه. حل عني انت وياهن. رح اقول لك كلمتين حطهم حلا بدنك. قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: من كان له ثلاث بنات يأويه ويكفيه ويرحمه وجبت له الجنه. شو معنات هالكلمه ولا لا؟ روح عني يا جاي تعطيني محاضرات، روح خليهم لك، خليه يجب لك الجنه. مين قالكن انه هيك شخص بيستاهل يكون ابوكن؟ بالعكس انتو بتنحطوا بالقلب من هون ورايح. انسوا هيك اب، صدقوني هذا لو كان اب مستحيل يكب بناته هيك امامير مثلكن. اسمعوني اعتبروني من هون رايح انا ابوكن ولا تزعلوا عليه.
لأنه أصلاً ما بينزعل على هيك شخص، ما في بقلبه رحمة. صدقوني رح عوضكن عنه ورح خليكن تعيشوا أحلى عيشة، ورح صير أب لكم بإذن الله من هون ورايح. بس أنتوا لا تبكوا، لا تبكوا يا عمري، لا تبكوا، والله يخليكم لا تبكوا. كيف ما بدنا نبكي وهذا أبونا؟ لا لا يا عمري، صدقيني هذا مو أبوكم. اسمع رح أحطكم لعندي. خلص لك، مشوا معي، امشوا معي، امشوا. مو قلت لك لا تدق لي؟ شو؟ انت مو شوي قلت لي انه بنت؟ يعني جابت صبي؟ بس شو؟ شو؟ البنت أرحم من الولد 100 مرة، ولا مقارنة في هذا. لن تجد أرحم من البنات لأبيها ولا لأمها. من ليس عنده بنت لا يعلم معنى الأمومة. الأم ما تعلم معنى الأمومة من لا تملك بنت. والأب من لم يكن عنده بنت يربيها لا يعلم معنى أن يكون أبا. لأن الأطفال حينما خلاص 12 سنة 13 سنة يبدأ يميل لأصحابه.